لا يفهمون ولا يتعلمون، وتأمل فيما إليه يستندون. في رسالة المبشرات لأبي يحيى الليبي عليه من الله ما يستحقه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وعلى رأسه عمامة بيضاء، فكان مما قاله وحفظه في خطبته، وكان يتحدث عن الأحداث الجارية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه الدماء في عنقي يوم القيامة، وأشار إلى رقبته. هكذا الكذب وإلا فلا. ما بقي إلا المنامات تستدلون بها وتتركون الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الدماء. الظن الغالب أن أبا يحيى الليبي كان نائما في ليلة فلما انكشف عنه الغطاء رأى ما رأى. رأى الشيطان في صورة الخميني بعمامته البيضاء يبيح له دماء المسلمين، أو أرى عينيه ما لم تريا. فإلى الله المشتكى من تنظيم يتحول إلى تصوف وخرافة ورؤى ومنامات. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، واتركوا استباحة دماء المسلمين بهذه الرؤى وتلك الخرافات، وادرأوا الحدود بالشبهات،